بالتأكيد الحدث الأبرز عالميا حاليا واللي أنا يهمني أسمع فيه رأيك هو بقاء كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وعدم الرحيل إلى ريال مدريد. رأيك إيه في هذه القصة الأكثر إثارة للجدل في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي؟ بالفعل انها قصه عالميه، لكن كيليان امبابي هو لاعب عالمي وهو لاعب عالمي، وبالتالي قصته ستصبح عالميه ويعتبر من افضل اللاعبين على المستوى العالمي حاليا، ومقارنه بعمره ايضا لانه لاعب شاب ويتمتع بهذه القدرات، وهو كما تعلمون جميع الانديه الكبيره في اوروبا ترغب في التعاقد معه وخاصه ريال مدريد، لكنه اختار فرنسا وقد قال اريد ان اؤكد لكم ان فريق باريس سان جيرمان هو فريق كبير وانا لم اغلق الباب مع ريال مدريد في المستقبل، لكن بالفعل هي باريس وهذا ما قاله، وخاصة هذا المساء، وقد قال حياتي هي في باريس، وباريس سان جيرمان هو فريق كبير وهذا شرف لي أن ألعب لها وأن أجدد له، وهو بالفعل بقاؤه في الفريق الفرنسي هو مهم للكرة القدم الفرنسية، إنه موهبة كبيرة جدا وموهبة رائعة، وإن قلت لكم أن جميع الفرق في سواء في إنجلترا أو فرنسا أو في إسبانيا تتمنى أن يلعب له، لكنه قرر أن يبقى في باريس سان جيرمان ويبقى مع فريق كبير جدا جدا. هذا هو تحليلك الجيد بالتأكيد لهذه القضية أو هذا الخبر، ولكن لو سألتك عن رأيك أنت شخصيا، هل اختار مبابي الاختيار الأصح؟ هل اختار الاختيار المناسب لي، ولا شايف انه كان افضل لي الانتقال لريال مدريد؟ انا رئيس ايضا نقابة المدربين الفرنسيين، اقول لكم انني اقدم الاستشارات، كل اعتقد ان كل المدربين والجميع هنا وجدوا ان هذا هو الحل النموذجي، انه باريس سان جيرمان هو فريق كبير ولديه كل الإمكانيات وكل ما هو كل ما يلزمه ليبني مستقبل أكبر له ولفريقه، لذلك وكما قلت لكم مثلا أنه في بعض اللاعبين مثل ديمار وميسي بجواره وراموس، ماذا نطلب أكثر من ذلك لبناء فريق كبير ينافس على كل شيء؟ إنه لديه كل شيء، إنهم كما قلت البطولة الدوري الفرنسي أنتم رأيتم ماذا فعلوا بها وماذا فعلوا في الشامبيونز ليج، البطولة الأوروبية الأكثر قوة، لذلك أقول لكم أن نعم يوجد الكثير من التنقلات للاعبين الكبار في سواء في الدوري الفرنسي أو في الدوريات الأوروبية، والحلم هو اللعب للدوري الأوروبي وهو الآن نال كل شيء.